قبل ما نرجع القديم، انا كنت قاعده، انت بتلوم عليا ان انا نازله الارض في الندى وفي البرد. انا نازله الارض علشان لفت نظري ان في حاجات بره الارض، بره الزرعه. أيوة يعني أيوة. حشائش زي دي وزي دي، حاجات كتير قوي. دي عبير. اي حاجه غير الغله دي تعتبر نوع من انواع الحشائش، والحشائش دي من اخطر ما يكون. انت عارفة الحشائش دي بتعمل ايه يا عبير؟ بتعمل ايه يا عم انو؟ الحشائش دي بتتغذى على الغذاء بتاع المحصول. شكل الغلة جميلة وشكل المصاطب بتاعتها جميلة، لكن لفت نظري وجود حاجات تانية. ما انا بقولك يا عبير، الحشائش دي بتاخد الغذاء الموجود في الارض. تعرف الارض دي حوالي 120 سنتي، مصطبة 120 سنتي مزروع على ظهرها الغلة زي ما انت شايفة، ودي احسن طريقه لزراعه الغله. طب سيبنا من زراعه الغله وخلينا في الراديو. سمعت ايه في الراديو؟ سمعنا يا ستي نشره الاخبار، وسمعنا القران الكريم، ونشره الايه السوق والمحاصيل بتنباع بكام، وسمعنا الرياضه والكوره. يعني انت سايبني قاعده هنا وعارف ان انا مستنياك، وسايبني وقاعد تسمع الراديو. ماشي يا عم، قبل ما اشرب الشاي يا عبير. طب ما كنا هنشربه سوا هنا. ما انا هقول لك اهو، يعني كل اللي انت عايزه تعرفيه احنا هنعمله سوا انا وانت دلوقتي. زي ما قلت لك ان الحشيشه الموجوده في الارض دي بتاكل الغذاء بتاع الغله، وبتخلي المحصول يقل اكتر من 50%. 50% عن نص المحصول بيضيع اونطه. طيب انا جامعه دول مش من ارض الغله، من الارض الثانيه. يعني معنى كده ان كل المحاصيل هنلاقي جواها حشائش. كل المحاصيل فيها حشائش. انا النهارده بس هضرب لك مثل بالحشائش الموجوده في القمح. الحشائش الموجوده في القمح مجموعه انواع ومهمه جدا، لازم تاخدي بالك منها انت واخواننا المزارعين والمهندسين وكل الناس اللي عايزه تعرف الحشائش دي. اقول لك على حاجه. قول لي يا عم انا. الحشائش دي في الغله يا اما عريضه الاوراق يا اما ضيقه الاوراق، يعني رفيعه ضيقه الاوراق، عريضه زي اللي انت ماسكاها دي. الحشائش دي بيعملوا فيها ايه او بنتغلب عليها ازاي؟ لازم نقاومها. ايوه لازم نقاومها. طب استنى بس. انا لاحظت ان نوع الحشيشه اللي موجوده في الغله شبه الغل. أيوة. ونوع الحشيشه اللي موجوده في اي زرعه شبه الزرعه، بس بتبقى مختلفه. ايوه. طب ليه؟ برافو عليكي. ما هتبقى شبه الغله ليه؟ علشان ما تبانش او ما حدش يشوف. يعني معنى كده هي جايه في بذور الغله. الله يفتح عليكي، في بذور الغله. ولذلك احنا بنقول ايه؟ عشان نقاوم الحشائش دي ليه طريقتين. ايه هما؟ الطريقه الاولانيه ان انا لو بصيت للارض بتاعتي دي ولقيتها ارض بتنصب الحشائش بكثره، يعني بيقولوا عليها اخواننا المزارعين ارض معفشه. يعني بيطلع العفش فيها كتير. فيها كتير. ايوه الله يفتح عليك. في الحاله دي بزرعها حراتي. يعني ايه حراتي؟ الله يفتح عليك. حراتي يعني ايه؟ قبل ما ازرع الغله والارض كده بلاط، بنزل ميه وبعتبرها ريه، بيسموها الريه الكدابه. الريه الكدابه دي بتعمل ايه؟ بتطلع لو في حشيشه من الارض بتطلع. بنسيب الميه دي 15 ل 20 يوم. تمام. تقوم البذور بتاع الحشائش الموجوده في الارض تنبت الحشائش. لما تنبت كده ننزل ننقي الحشيشه دي ونطلعها بره الغيط. يبقى كده اتخلصت من جزء كبير من الايه؟ من الارض، من الحشايش. تمام. الموجوده في الارض دي. طيب ظهر بعد كده حشيشه، نعمل ايه؟ هننقيها بقى بايدينا لانها هتبقى قليله. في الاول اللي في الحلقه اللي في النص دي بنروح لوزاره الزراعه ونجيب احدث المبيدات اللي بتقاوم هذه الحشيشه سواء كانت عريضه او رفيعه، ونرشها حسب توصيات وزاره الزراعه ونقاوم بها الحشائش. طب بعد كده طلعت حشيش، زي ما انت قلت في اخر الموسم بننقي الحشيشه دي ونطلعها برضو بره الغيط.
طيب كان في زمان بيطلع حشايش او مش حشايش، بيطلع حاجات مختلفة وكان الناس بيستخدموه، يعني مثلا انا وانا جاي على راس الغيط لقيت خبيزة. أيوة. وانا عارفة ان الخبيزة ما بتتزرعش، صح ولا لا؟ ايوه. طيب وبدأ اي خبيزة اي حاجة بتعتبر نوع من انواع الحشيش. يعني الخبيزة مش نوع من انواع الخضار، هي نوع من انواع الحشايش. حشيش. عشان كده بنلاحظش، ما عمرناش سمعنا ان في ارض مزروعة خبيزة. أيوة. بس بنلاقيها على راس الغيط طالعة لوحدها شيطاني، صح؟ ايوه. احنا مش هنقول شيطاني. هنقول يعني طالعة كده لوحدها. تمام. والخبيزة ديت بتعتبر مليانة بعنصر الحديد. ومفيدة جدا لتغذية الإنسان عليه. هي بتتعمل زي السبانخ. ايوه زي السبانخ. تمام. الخبزة ديت لها صولات وجولات معاني ايام جدي وست الله يرحمه. يا سلام لما كانت تجيب المفراك كده وتعمل الخبزة بالمفراك وتفركه وتيجي حطاه على الحلة وعلى كانون. وعلى الكانون يطلع بقى بسم الله ما شاء الله خبزة. وعليها شوربة اللحم تبقى ايه؟ خبزة باللحمة يا ولا، وكل واشبع ونام وانتفخ، يبقى مية مية. هو انت تسمح لي اقول انا مثل النهاردة يا عم انور؟ قول يا ستي. انا معرفش لسه المثل اللي معانا ايه. الشاطرة تخزل برجل حمار. جميل. يعني ستي زمان لما ما كانتش بتلاقي خضار تعمله كانت بتجيب الخبيزة من على راس الغيط وتطبخها بنفس طريقة السبانخ. أيوه. وكانت بتدي طعم حلو، ودي عشان هي شاطرة، كانت بتلم البيض من ورا الفراخ وتسلقه وتعمل جنبه رز وبطاطس. أيوه. الشاطرة زمان غير الشاطرة بتاعت دلوقتي خالص. طبعا. الشاطرة طبعا. بتاعت دلوقتي اللي بتحوش، لكن الشاطرة بتاعت زمان اللي بتطلع بيت وأولاد وأسرة وأجيال وبتجوز ولادها وولاد ولادها معاها في نفس المكان. الله يفتح عليك. أولا ده مثل حلو قوي، لكن أنا عايز أقول لك مثل برضو إيه عمال يلف في دماغي. طب قولهولي. اللي لما ستي كانت بتفتح الراديو الخشب بتاعها يا وجدي، كانوا بيسمعوا الأخبار وبيسمعوا الكورة وبيسمعوا كل حاجة. ولذلك المثل بتاعها بيقول إيه؟ اسمع وتعلم وتكلم بكرة الدنيا هتتعلم. يعني كل حاجة فيك يا دنيا إحنا بنسمعها عن طريق الإذاعة بتاعتنا ده. اسمع وافهم وتعلم. شوف واسمع وتعلم بكرة الدنيا هتتكلم. شوف واسمع وتعلم بكرة الدنيا هتتكلم. حلو المثل ده. حلو. طيب في كمان مثل بقى مهم قوي 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 واحنا داخلين على شهر طوبة. تمام. طوبة يخلي الصبية ايه؟ كركوبة. كركوبة يعني معناها ان في نسبة برد. وبعدين بيقولوا له ايه؟ فت يا طوبة ما بليتي عرقوبة. يعني بيبقى الجو هوا وبرد بس ما بتمطرش. مفيش مطر. مفيش مطر. يعني دي أمثلة جميلة. لا خلينا في بتاعت بقى ايه بتخلي الصبية كركوبة، لان بتبقى الشباب الصغيرين كلهم من كتر الساعة قاعدين متلكفتين ومش قادرين يتحركوا ولا يروحوا ولا يجوا، فبيحسوا ان هم عواجيز. وما بتبلش عرقوبة من كتر البرودة، وبيبقى الناس بتقول يا رب تشتي عشان تدفى، لكن ما بتشتيش. الله يفتح عليك يا عبيد، ده انت يعني ايه باحث زراعي محترم. نرجع للراديو. نرجع للراديو. نرجع للراديو. ستي لما كانت تقوم الصبح تيجي مشغله الراديو خشب كده تشغله تسمع القرآن، وبتبقى سعيده جدا وهي بتسمع القرآن. تحط طبق القشطه وطبق العسل والعيش اللي البتاوي الجميل الرؤية ده، وتحطه لجدي ياكل جدي وينبسط وياخد الجاموسه وياخد البقر ويسرح ويطلع على الغيط، يمسك معاه الفاس ويجي جنب شجره كده وحاطط الجاموسه والبقره وحشش لهم برسيم اذا كان فيه برسيم، مش حشش، بيحط لهم اي عليقه خضراء. او لما كانوا بيقعدوا بالليل اخر النهار جنب الغيط بعد العصر برضه كان بياخد الراديو معاه ويلف الحجاره في الراديو باستك عشان يقعد يسمعه. ده انت في العهد الحديث. احنا بنقول الراديو الخشب اللي كان كبير ده مهم قوي قوي قوي. تخيلي يا عبير الراديو ده كان البطاريه بتاعته بيحطوا فيها كوبايات ويحطوا فيها ايه عمود واتنين من الرصاص ويوصلوهم ببعض، تبقى بطاريه كوبايات محترمه قوي. حطوا حامض كبريتيك وتشغل الايه الراديو وسعده قوي. ما كانش فيه لا تلفزيون
ولا الرداوي الصغيره اللي بتقولي بيربطوا بالاستيك دي. طب انا هقول لك قصه حصلت معايا انا شخصيا. قول يا عم انور. وانا قاعد في البلد كده واحد دمه خفيف وظريف بيحب عبد الحليم حافظ. الله. وكان الراديو بتاعه صغير كده يحطه على ظهر الحمار ويحمل الحمار ويسرح على الغيط. ليه اخ بيحب عبد الحليم حافظ قوي. فالواد ده سمع بقى ايه؟ اغنيه عبد الحليم حافظ، راح قافل الراديو وطالع جري على الغيط. يا اخوي انا جبت لك عبد الحليم حافظ اهو. فتح. لا عبد الحليم خلص. ولقاه خلص. يعني الناس كان عندهم حب لبعضهم الاول، وفي نفس الوقت كان ما يشغلوش دماغهم بحاجات ملهاش لازمه. نرجع بقى يا عم انور تاني للحشايه. يعني انا افتكر دلوقتي الرز حلو قوي، الرز نظيف. زمان كان الرز بيجي في حاجه اسمها دنيبه، صح كده؟ ايوه. ده طبعا كانت نوع من انواع الحشايه، دنيبه والعجيره وابو ركبه وكل حاجات بتاعه الرز. ودلوقتي برضو في حاجه اسمها الزمير. الله يفتح. انت دخلت دماغي. انت دخلت دماغي. لا انا ما دخلتش دماغك، انا دخلت ارضك قبل ما انت تيجي. طيب بص يا عبي، اخطر انواع الحشائش اللي بتصيب القمح حشيشه الزمير. وهنتكلم شويه بسيطه عن حشيشه الزمير دي. الحشيشه بتاعه الزمير دي فعلا بتخش في اكتر من 60% من المحصول تقضي عليه. تمام. طيب شكل الحشيشه دي ايه؟ ما هو انا لها ثلاث اشكال. شكل في بدايه الزراعه لما تلاقيها في الارض كده وتبصي من على اليمين تلاقي الشمس ضربه فيها وفيها لمعه معينه كده، اللمعه المعينه دي وفرشه في الارض، فرشه مبططه في الارض كده، تعرف دي انها حشيشه ايه؟ الزمير. شبهها شبه الايه؟ الغله. ما انا اللي كنت جاي معاها شبه الغله زي ما انت قلتي. اللي هي حشيشه الزمير دي. يبقى بينزل الاولاد في الاول ينقوا الحشيشه. هي ليه مسمينها اصلا حشيشه الزمير؟ هقول لك اهو. حشيشه بنلمها في الاول، خدت بال حضرتك، وبنطلعها بره الغيط. تمام. لما بيكبر الـ 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 القمح ويزيد عن الـ 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 النبات بتاع الزمير بنروح على وزارة الزراعة نجيب المبيد اللي بيأثر على حشيشة الزمير دي ونرش به الزمير يقضي عليه. طب افرض ما قضاش عليه نهائي. بنعمل ايه؟ في النهاية بتاع المحصول لما يكبر الداليات، يعني السنابل بتاعة الزمير بتطلع قبل ايه؟ قبل الغلة، قبل الداليات بتاعة الغلة. تمام. وقبل السنابل بتاع الغلة نعمل فيها ايه؟ ما تكونش لسه كونت حبوب عشان تسقط، لان لو سقطت حبوب الزمير دي في الارض هتبهدل الارض كلها، بتقعد 3-4 سنين في قلب الارض حية. حية 3-4 سنين. حتى لو روينا رايه كدابه، حتى لو كلها لو كلتها البهايم، ولو كلتها البهايم وجات البراز بتاع البهايم ده نزل في قلب الارض روس للارض بترجع تاني. طب نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ قبل ما تكون الحبوب بكون لامم الداليات بتاعه الايه؟ الزمير دي، ومطلعها بره الغيط. طيب اقاومها ازاي لو ما عرفتش لا دي ولا دي ولا دي؟ باجي في نهايه الموسم واجي لما اجي ازرع الغله، قبل ما ازرع الغله او قبل ما ازرع الفول او قبل ما ازرع الكتان باجي ايه؟ زارع الارض دي برسيم. البرسيم بعمل له ايه؟ حشاش. انا بحش البرسيم، ولما بحش البرسيم بتتحش معاه ايه؟ نباتات الزمير. سنه واثنين وثلاثه ما بتلاقيش ولا عود حشيش الزمير. بس اعمل الكلام ده باهتمام. بس انا كده هقعد 3 سنين ارضي ما بتنتجش حاجه. لا ما قال لك مش هتنتج حاجه، بتزرعها اي محصول اخر. تزرعها محاصيل اي محصول تاني غير الغله، علشان هو بيأثر على محصول الغله. غير الغله. الحاجات اللي بتصاب بشده بالزمير. ما قلتليش بقى مسمينه زمير ليه؟ فاكره يا عبير انت ما كنتش فاكره، كنت صغيره. طب بس كنا بنعمل في الزمير ده نجيب الحبوب بتاعته ونيجي في الارض الطينيه دي وشويه ميه نحطها عليه ونحطها، تلاقي الزمير عمال يلف كده عامل زي ايه؟ الساعه. زي عقارب الساعه بالظبط. خدت بال حضرتك؟ وهو
طبيعي لو انت خدت الساق بتاعك ودغدغتيها ونفخت فيه هتزمر معاك زي سبحان الله. يعني حاجات كلها ظريفة جدا وقديمة جدا واحنا منهتميين بكده. ماشي يا عم انور، المثل اللي معانا المرة الجاية ايه؟ المثل اللي جاي بقى ان شاء الله هقولهولك في بداية الحلقة على طول. انت تقولي لي قولي المثل، اقول لك المثل على طول، وهو مثل مهم جدا 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 هيعجب الناس كلها. طيب انا قبل ما اختم حلقتي هاخد من كلام عم انور بتاع الراديو. انا كمان كنت بحب اسمع الراديو وما زلت، بس كنت بحب برنامج همسة عتاب قوي، وانا ليا همسة عتاب لكل اخواني المزارعين. مصر كانت زمان بلد زراعي، وكنتوا زعلانين قوي من الكلمه دي، احنا لا عدنا زراعي ولا صناعي ولا اي حاجه. ارجعوا لارضكم، ارضكم هي الخير، مصر ارض خير، مصر بتدي كل حاجه، ارضنا بتنتج كل حاجه. صدقوني لو رجعنا لها هنرجع زي زمان، وهيبقى فعلا من فات قديمه. تاه.